في أمر مثير للاستغراب. يعني إحنا أغلب مواضيعنا بنناقش دائما مواضيع اقتصادية والحالة المعيشية للناس والوضع الاقتصادي في البلد. بالمقابل تجد أخبار مثل خبر راح أقرأه الآن. نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة يقدر قيمة النحاس في الأردن بنحو 11 مليار دولار بحسب الدراسات والبورصات العالمية لأسعار النفط، ويقول إن النحاس يتواجد في منطقة وادي عربة وتم استكشافه ودراسته منذ الستينيات. طب إحنا مشان الله بدنا 10 دولار، في عنا نحاس ب 11 مليار، طب تركينه تحت الأرض ليش؟ ومن الستينيات إحنا مكتشفينه ودارسينه. يعني هاي الأمور مش مفهومة بالنسبة لنا كمواطنين عاديين، إلا إذا في أسباب مثلا إحنا ما بنعرفها بنجهلها. وفي ترك في الموضوع، يعني بلد زي الأردن في عندها تحت الأرض ثروة ب 11 مليار وتركيتها؟ خلينا نسمع القصة من سعادة النقيب الجيولوجيين، سعادة الأستاذ خالد الشوابكة. سعادة النقيب صباح الخير. صباح الورد سيد طارق. عليك. طب إحنا ليش مثلا في عندنا نحاس ب 11 مليار؟ شو بنستنى يعني من الستينيات من طوله؟ والله ليش نستنى؟ وحقيقة إحنا كجيولوجيين ما كنا نستنى. نتمنى في أي لحظة أن يستخرج النحاس. وهناك دراسات هي عديدة حقيقة منذ الستينات. لكن المشكلة كانت في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. كانت رافضة رفض كليا أن تدخل أي منشآت أو أي مؤسسة فرق تنقيب للمنطقة بحجة أن المنطقة هي محمية طبيعية. أيوة أيوة، يعني هو يتعارض الموضوع مع أن المنطقة محمية طبيعية، فإذا بدنا نطول النحاس اللي فيها راح نخرب الدنيا هناك من حيث البيئة. علما بأن هي من المنطقة اللي كان الحديث عنها منطقة أبو خشيب ووضانة أو وادي خالد، هي منطقة جرداء حقيقة لا يوجد فيها لا شجر ولا حجر ولا حتى الطير فيها. لكن للأسف طب ما قدرتوا توصلوا للحل وسط. أنا طبعا ما بقدر أحكي شيء إذا كانت هي منطقة محمية طبيعية، بس ممكن نلاقي حلول. يعني أنتم مثلا كجيولوجيين قعدتوا مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ونقعد نلاقي حل وسط. حقيقة كانوا رافضين رفض كليا. أنا متابع للموضوع من التسعينات حقيقة، وتم إصدار عديد من الكتب سواء مخاطبات رئاسة الوزراء، وكانت رئاسة الوزراء توافق بالبداية ثم ترفض بالأخير، ثم تتجد الجمعية ثم ترجع مصر الطبيعية تخاطب رئاسة الوزراء. وهناك كتب عديدة من 96 وكان الموضوع سجال ما بين الطرفين وما وصلتوا فيه لحل. ولكن أسلم بالأخير أنه تقريبا بال 2004-2005 بأنه عدم التنقيب عن النحاس في المنطقة باعتبارها محمية طبيعية. محمية طبيعية. طب انت باعتبارك نقيب الجيولوجيين اليوم، انا بدي اسالك سعاده النقيب، قديش احنا بنقدر نستخرج النحاس بدون ما نخرب البيئه المحليه هناك؟ عشان برضو نخرب البيئه ونخرب المحميه الطبيعيه برضو هي مساله كبيره كمان. يا اخي يا طارق، البيئه هي يعني كلمه حق تريد فيها باطل. كيف يا سيدي الكريم؟ الان احنا لما نقول والله في شركات عالميه درست النحاس في منطقه وادي عربه ما يقارب حوالي 7 شركات عالمية وليس شركات محلية أثبتت وجود النحاس، وآخرها كان شركة عامبو الكورية في العام 99-2000. تمام. الآن معظم التكنولوجيات في العالم هي مضيقة للبيئة، وهناك تقييم أثر بيئي لكل مشروع يقام في أي دولة في العالم. وإعادة تأهيل، يعني إحنا الآن ليس بحجم ألمانيا اللي تستغل الفحم الحجري النهر الراين، وإعادة تأهيل ونزل هذا يعني انت بتقول في يعني امكانيه لاعاده التاهيل ودراسه الاثر البيئي. كل الشركات الان بالعالم وكل التكنولوجيات هي رفيقه للبيئه تستطيع اعاده التاهيل. لكن حقيقه يعني هي ما بعرف يعني هي اذا كانت طب اعاده التاهيل قديش بتكلف؟ هي في عندك تامر النابلسي بقول خليهم يطلعوا نحاس بقيمه 11 مليار وياخذوا مليار يعيدوا التاهيل فيه مثلا. بالضبط. هي يعني حتى لو قلنا باعاده التاهيل، هي اعاده التاهيل هي معروفه، هي اعاده المناجم اللي تفتحها تنفتح بعد استغلاقها. وحتى لو هم فرضوا على الشركات العالمية تقدمت في هذا المشروع بإعادة التأهيل لكان أهلت المنطقة أحسن مما كانت عليه بالأول. كانت أول شيء تم تشييرها، وشركة أنبل الكورية تقدمت مشروع يعني من ضمن إعادة التأهيل. قديش المشروع تقدموا فيه؟ قديش طلبوا عليه؟ قديش طلبوا للشركة الألمانية هاي لإعادة التأهيل؟ الشركة شوف الشركات أخي طارق لما تتقدم هي عادة تتقدم في دراسات أثر بيئي لأي مشروع. عندنا موجود بالأردن حتى لأي مشروع صغير تكون في يكون دراسة أثر بيئي. الشركات العالمية هاي
يعني لما تكون شركة عالمية وهي تشتغل في مجال النحاس وفي مجال مطالع ومناجم أكيد عندهم خبرة في موضوع التأهيل 100%. أجل يعني ليست صغيرة، نقول 5 دنم و10 دنم، يعني ضخمة وكبيرة جدا، تقريب تحت الأرض وفوق الأرض وعلى السطح. طيب. وعلى التأهيل، لكن إحنا للأسف عنزة ولو طارت، لا ما في نحاس، ما في نحاس، ما في نحاس، في نحاس، ما في نحاس. طيب. ما في دراسات، في دراسات، علما بأنه يعني أنا ابن صدفة المصادر الطبيعية منذ الستينات، والبعثة الألمانية لما جت الأردن 62 هي اكتشفت النحاس في منطقة وادي عربة. منذ عام 62 لغاية 2000 والدراسات مستمرة من قبل شركات عالمية، وكل الشركات أثبتت جدوى النحاس في الأردن. الاقتصادية له يعني، وحتى من تحدث عن النحاس، لكن حتى أنت لما تستخرج النحاس تخرج معه المنغنيز. يعني احنا تحدثنا عن النحاس لكن ما تحدثنا عن معادن ثانوية مرافقة وذات قيمة طيب وصلت الفكرة، وصلت الفكرة سعادة النقيب، كل الاحترام لحضرتك، شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد يا سيدي. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعة يا مزاج.